نبص بص عليها. بسم الله. عايزه بس اوريكم شكلها وهنرجعها الفرن تاني لان هي طبعا لسه ما استوتش. بصوا بقى ما شاء الله على صواني الكيكه اهي، شايفين بقى جمالها. الفاكهه ما وقعتش في الارضيه لسبب، احنا حاطين فيها دقيق. احنا بس عايزين نختبر، شوفها كده الكيكه استوت على فكره، بس عايزه وشها يتحمر شويه. طالما استوت هنقلبها عادي، يعني احنا لسه هنستنى لما نحمر، ولا نحمر ولا نعمل، ما حبكش الكيكه تتحمر يعني، هبناكلهاش محمره. انا هقلب، لو وقعت مني ما تجيبش وشي، انا بقول لك اهو. بس نسيت اسلكها نسيت اسلكها، لازم تتسلك كده. شايفين ما شاء الله ارتفاعها حلو ازاي؟ عايز حته يا استاذ؟ انا هقلبها، هقلب مركب، هقلب سفينه هقلب حله محشي. بنزل عايزك تتسلك اكتر، مش عايزاها تتقطع. صلاه على النبي، بالصلاه على، سقفوا لي يا اولاد. انا سقف ده بيسقفوا في كنترول. مرزوق بيقول لي هاتي حته، مرزوق بيقول لي هاتي حته. شايفين؟ بصوا بقى بالصلاه على النبي، شايفين جمال الكيكه؟ بصوا جمال الكيكه اهي. طبعا ده مطرح الدقيق، مطرح ما كنا حاطين دقيق في القعر. عايزه بس ايه، نشوف حته كمان كده. ما تسكتي ست كريمه، ما تخلعي يا ست كريمه انت. صلى على النبي يا استاذ. شايف؟ شايف؟ بص شق الليفت، شايف من جوه عامله ازاي؟ وشايف الفروته ما وقعتش في القعر ازاي؟ شايف؟ شايف جمالها وحلاوتها؟ شوفوا؟ انا مكاني مش هنا، انا مكاني هناك على الطبليه. كده احنا عملنا كيكه الدسمه، شفتوا حلاوتها؟ حلوه قوي، جربوها يا جماعه بالطريقه دي. ومرزوق عمال يقول هاتي حته. ماشي، ما عملنا كمان المكرونه، وعملنا كمان الفروت اللي هي الفواكه المسكره، عملناها اهي قدامكم. جربوها يا جماعه، وجربوا الكيكه بالطريقه دي. بصوا من جوه ما شاء الله حلوه وبيضه وهشه وناعمه وكلها حنينه.